طبعا يا جماعة الوجبة دي وجبة بسيطة وسهلة، يعني بطاطساية اتقطعت وتشوت على الجريلا، وفلفل حامي سبايسي، فلفل اللي هو الكوبي، وصبعان كفتة صغننين، وصبع صدق. أكل بسيط خالص من الأكل اللي بيبقى في البيت من التلاجة، وأخدته معايا اتعمل شوى على الجريلا، وأخدته معايا وأنا رايح الشغل. إيه أقعد إيه آكل في أي مكان. لف السندوتش بقى كده كده، بسم الله ما شاء الله. الأرض والشجر والجناين حاجة يعني عظمة. العيش برضو خرافة. بص يا جماعة الرغيف عامل ازاي، الرغيف بارم ديلهم. حبايب قلبي كنتم مع أحمد من قناة الدويق. فلوس حبايب قلبي اشتركوا في القناة. باي باي.